السلام عليكم طلبتي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو. ستهب رياح جنوبية بطعم اللغة العربية على المناطق الشرقية والغربية إن شاء الله من الوطن. هذه الرياح ستكون بطعم دورات الأدب العربي للسنة الثالثة الثانوي، سواء شعب علمية والشعب الأدبية بإذن الله متميزة. الدورة إن شاء الله راح نبدوها من ولاية بشار. ولاية بشار يا جماعة راح نكون في مدرسة أمالس سكول. أمالس سكول جاية في وسط المدينة، وهذا يوم السبت بإذن الله، يوم السبت 30 ديسمبر، يوم كامل بإذن الله في مدرسة أمالس سكول. تواصلوا مع المدرسة يا جماعة كما تبدو الأرقام أمامكم، وإن شاء الله فيها خير كثير. بعد أمالس سكول يا جماعة راح ننتقل إلى ولاية قسنطينة. ولاية قسنطينة مدينة الجسور المعلقة في النوفال، راح نكون إن شاء الله في مدرسة ماسينيستا سكول يوم الاثنين 1 جانفي من 9:30. تواصلوا مع المدرسة من أجل التسجيل، راح نلتقي طلبة قسنطينة إن شاء الله في القريب العاجل. بعدها يا جماعة ننتقل بكم إلى ولاية المدية. ولاية المدية طلبة المدية راني قادم إن شاء الله في مدرسة LTS سكول بوسط المدينة يوم الثلاثاء 2 جانفي من 9:30. إن شاء الله راح نتشرف بلقائكم، ثم بعدها بإذن الله راح ننتقل إلى ولاية سكيكدا. ولاية سكيكدا ومدينة الفراولة، هنا يا جماعة راح تكون دورة ثنائية مع الأستاذ أم العز شعيب في مادة الأدب العربي. طلبة سكيكدا بمعهد بلال راح نلتقي إن شاء الله من 9:00 to 5:00 في القريب العاشر. واضح، تواصلوا مع معهد بلال وإن شاء الله فيها خير. ثم بعدها نعود ونحط الرحالة من جديد في مدينة الجسور المعلقة ولاية قسنطينة إن شاء الله، هذه المرة في الخروب في مدرسة ماسينيستا سكول أيضا بالخروب. إذن الأولى راها في النوفل، والثانية هذيك في البرومي جانفي، وهذه يوم الخامس 4 جانفي راح نكون في النوفل من 9:00 to 1:30. راح نكون متشرف جدا بلقائكم. وبعدها إن شاء الله سأحط الرحال في ولاية برج بوعريريج مدرسة بن مهني